هنرجع تاني لدبي للزميل محمد توفيق ومعاه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مكملين معاكم تغطيتنا لحفل تسليم جوائز جائزه الشيخ محمد براشد ال مكتوم للابداع الرياضي والمكرم فيها النادي الاهلي بالطبع افضل مؤسسه رياضيه عربيه. معايا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. الف مبروك يا دكتور. يعني انت اقدر واحد تكلمنا عن الجائزه، انك انت اللي اشتغلت على الملف وتقدمت بملف تفوق على 53 ملف اخر في نفس فئه الجائزه وهي فئه المؤسسه الرياضيه. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. في الحقيقة هذه الجائزة الكبيرة اللي في الحقيقة النهاردة الحفل بيعكس مكانة وقيمة الجائزة بحضور صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، وأيضا التقدير الكبير للنادي الأهلي في هذا الحفل اللي تبين أيضا في أن الاختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الحقيقة لإلقاء كلمة المكرمين، وده بيعكس قد إيه قيمة ومكانة النادي الأهلي في العالم العربي، وليس فقط العالم العربي ولكن أيضا في العالم. الحاجة الثانية، يمكن حضراتكم شفتوا موقع كابتن محمود في الحفل وجلوسه بجوار أيضا سمو الشيخ حمدان ولي العهد، أيضا ده يعكس مكانة وتقدير كابتن محمود كممثل ورئيس للنادي الأهلي وممثل أيضا للدولة المصرية في هذا الحفل، وتقدير ليس فقط للنادي الأهلي وإنما أيضا للدولة المصرية. أيضا الصورة الجماعية اللي كانت موجودة لكل المكرمين من كل دول العالم اللي كان فيها الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي احنا بنشرف ان رئيسه ايضا الاستاذ دكتور حسن مصطفى وهو مصري، ايضا احنا كلنا بنفتخر بيه، وتسلمها نائب رئيس الاتحاد كرة اليد. ايضا وقوف الكابتن محمود الخطيب ما بين سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ منصور بيعكس القيمه ايضا الكبيره للنادي الاهلي. في الحقيقه جايزه كلنا فخورين بيها، كان في فريق عمل في الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب ومعاه مجموعه عمل، كلنا في الحقيقه بنتوجه لهم بالشكر الجزيل على مجهودهم في اعداد هذا الملف المشرف اللي في الحقيقه نال تقدير ايضا مجلس امناء الجايزه وتقدير الجايزه ورئيس الجايزة في الحقيقة. فكل التهاني القلبية لمجلس إدارة النادي الأهلي، كل التهاني القلبية لجماهير النادي الأهلي، كل التهاني القلبية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتقدير الكبير لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان أبناء مصر النهاردة موجودين ومشرفين، منهم آية مدني، منهم مجموعة. في الحقيقة مصر كبيرة، وكبيرة بقيادتها، وكبيرة بأنديتها، وعلى رأسها النادي الأهلي الكبير. دكتور سعد، يعني زي ما الكابتن محمود قال في لقائنا معاه، المسؤوليه بقت كبيره، جمهور النادي الاهلي بقى طموحه بلا حدود في الرياضه وفي الاقتصاد كمان. النادي الاهلي اعتقد بقى بيغرق خارج السرب على الاقل داخل الوطن العربي وافريقيا. يعني دي حاجه مهمه جدا، الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا جدا، لان النادي الاهلي النهارده ما بقاش هو الفرع المقر الرئيسي اللي موجود في الجزيره، هو عنده فرع في زايد، عنده فرع في مدينة نصر، عنده الفرع الجديد إن شاء الله في التجمع، وبالتالي الطموحات الرياضية يجب أن يصاحبها طموحات اقتصادية كبيرة حتى يحصل التوأمة ما بين الإنجازات الرياضية التي تتطلب مصادر تمويل متعددة وكبيرة، وهي التي تصنع وتضع النادي الأهلي دائما في الريادة والمقدمة. فمن حق جمهور النادي الأهلي أن يكون لديه الطموح الكبير الذي لا ينتهي أبدا، وأيضا من حق مجلس إدارة النادي الأهلي أن يلبي ويستجيب لهذه الطموحات الكبيرة. دكتور، نتمنى لكم التوفيق دايما يا رب. شكرا لقناة النادي الأهلي على التغطية الجميلة لهذه الفعاليات الكبيرة، وأعتقد يمكن قناة النادي الأهلي حضورها المتميز النهاردة أسرى الحفل وأسرى الجائزة، ووصل النهاردة جماهير النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان بفعاليات هذا الحفل الكبير. شكرا لكم. تلقى اللقاء مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مكملين معاكم تغطيتنا ولقاءاتنا وتكريم النادي الاهلي والاحتفاء به هنا داخل دبي وجائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. مكملين معاكم، الكلمه ليكم، مكملين لقاءاتنا. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق.